طبعا كنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه عن امتحانات الثانويه العامه. النهارده عندهم تاريخ وفيزياء على ما اعتقد. دلوقتي هنروح لبث مباشر مع زميلتنا جيرمين ابراهيم مراسله صباح الخير يا مصر عشان نتابع معاها اخر تطورات اجراء سير العمليه الامتحانيه امتحانات الثانويه العامه في مادتي الفيزياء والتاريخ. صباح الخير يا جيرمين. صباح الخير يا شاذلي صباح الخير يا شاذلي وصباح الخير يا منى وصباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. احنا بنتابع معاكم من منطقه الدقي متابعتنا المستمره لامتحانات الثانويه العامه واللي فيها بيؤدي اكتر من 745 الف طالب وطالبه الامتحانات على مستوى الجمهوريه. الامتحانات هتستمر لحد يوم 20 يوليو القادم. زي ما قلت يا شاذلي النهارده امتحانات التاريخ الفيزياء وهي ثالث أيام امتحانات المواد المضافة للمجموع بعد امتحان اللغة العربية وامتحان اللغة الأجنبية. النهاردة هيخوض طلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة امتحان الفيزياء والشعبة الأدبية امتحان التاريخ. مدة كل امتحان 3 ساعات هتبتدي من الساعة 9 لحد الساعة 12 والامتحانين هيكونوا بالتوازي، يعني امتحان الفيزياء والتاريخ الاثنين هيكونوا من الساعة 9 لحد الساعة 12. عدد الأسئلة في كل امتحان تقريبا 46 سؤال، منها 15 سؤال أو 15% من الأسئلة هتكون مقالية و85% من الأسئلة هتكون اختيارية، وده زي ما أكدت وزارة التربية والتعليم. الدرجات بتتوزع ما بين درجتين أو درجة على كل سؤال. كمان الوزارة أكدت وفي رسالة لطمأنة لكل الطلاب ان الامتحانات هتكون واضحه ومفهومه، وفكره مفهوم ان الفيزياء هي بعبع الثانويه العامه دي فكره ما بقتش موجوده، وانه تقريبا 70% من الاسئله هتكون في مستوى الطالب البسيط والمتوسط و30% هتكون في مستوى الطالب المتميز، وكل الاسئله هتكون طبعا من بنك الاسئله. واكدت كمان الوزاره ان تصحيح الاسئله الالكترونيه هيكون او تصحيح الأسئلة الخاصة بالاختيار من متعدد هيكون إلكترونيا، أما الأسئلة المقالية هتكون عن طريق 2 معلمين هيضعوا الدرجة، وفي حال الاختلاف في الدرجة المحددة أو الموضوعة للإجابة هيتم الفصل عن طريق معلم ثالث. وطبعا ده في رسائل لطمأنت كل الطلاب وكمان أولياء الأمور، لأن طبعا المشهد اللي احنا بنشوفه قبل كل امتحان واللي احنا شفناه النهاردة من الساعة 8 مشاهد للترقب والتوتر والأمل ومحاولة أولياء الأمور إن هم يطمنوا أولادهم قبل دخول اللجنة. طبعا بدأوا يدخلوا الطلاب اللجنة من الساعة 8:30 صباحا، لكن الدخول للجنة الفرعية هيكون من الساعة 9:50 عشان يكونوا عندهم وقت كافي إن هم يملوا البيانات الخاصة بيهم على الورقة الخاصة بالإجابة. الحقيقة كمان إنه الوزارة يعني أطلقت عدد من التعليمات للطلاب علشان الامتحان يكون في سهولة ويسر ويقدروا هم يأدوه من غير أي مشاكل، منها طبعا عدم اصطحاب أي هواتف محمولة، عدم القيام بأي أعمال شغب ممكن تؤثر بشكل سلبي على باقي الطلاب، إن هم كمان يقوموا بملي البيانات في الجزء المخصص فيه. وفي الإطار ده أكدت الوزارة إنه لازم الطالب يتأكد إن هو قام بكتابة البيانات بشكل صحيح، وإن اسم المدرسة يضع فيها اسم مدرسته ومش اسم المدرسة اللي بيمتحن فيها، لأنه في بعض الأحيان بيكون الطالب يمتحن في مدرسة غير مدرسته الأساسية. كمان إن هو ما يقومش بكتابة أي بيانات تشير على هويته أو شخصيته في غير المكان المحدد لكتابة البيانات الخاصة. كمان في الأسئلة الاختيار من متعدد إنه يقوم بالتضليل على إجابة واحدة فقط علشان ما يتحرمش من درجة السؤال. وطبعا في رسالة واضحة لدعم المساواة بين كل الطلاب
الطلاب حذرت الوزارة من أي محاولات للغش أو تسريب الامتحانات، لأنه بيبقى فيه علامات فنية في الورقة بتكشف هوية الطالب في حال محاولته للقيام بتسريب الامتحان، وطبعا ده هيعرضه لعقوبة قد تصل للحرمان من أداء امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين. بما أننا في محافظة الجيزة، فكمان المحافظة كان ليها استعدادات خاصة لأداء الامتحانات. بنتكلم أن 87 ألف طالب وطالبة بيؤدوا الامتحانات في محافظة الجيزة، وتم التنسيق بين المحافظة ومختلف مسؤول الإدارات التعليمية ورؤساء الأحياء أن هم يقوموا بتحضير اللجان لأداء الامتحانات وتحضير محيط اللجان، إزالة أي إشغالات لتسهيل وصول الطلاب للجنة الخاصة بهم، كمان إزالة أي مصادر للضوضاء قد تؤثر على أداء الطالب للامتحان، وكمان في غرفة عمليات مشكلة بين مختلف الأطراف سواء من المحافظة أو أيضا من وزارة التربية والتعليم للتعامل مع أي طارئ. وبنتمنى أكيد التوفيق لكل الطلاب في امتحانات الثانوية العامة. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. كل التوفيق اليوم طبعا، واهم حاجه زي ما كنا بنتكلم في البدايه يا ريت بلاش توتر. طبعا بنشكرك جزيل الشكر جيرمين على كل هذه التفاصيل. يا ريت بس يكون في هدوء، لان انت خلاص عملت اللي عليك واللي فات فات، او ما عملتش اللي حصل حصل يعني حصل صح. خلاص مفيش مجال ان انت تعمل حاجه تانية دلوقتي صح. ممكن تكون مذاكر كمان، لكن التوتر الزايد والقلق الزايد هو اللي يخليك مرتبك في الامتحان ما تعرفش تحل. فاهم حاجه الهدوء، ثم الهدوء، ثم الهدوء والتركيز كمان. ربنا يوفقكم إن شاء الله كلكم، كل طلبة الثانوية العامة السنة دي إن شاء الله.